المسابقة إلى الجنة. وأسرع إلى كعب بن مالك، وصعد رجل آخر على جبل وصاح بأعلى صوته وقال: يا كعب بن مالك أبشر أبشر أبشر. قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. محاضرة للشيخ طاهر الكندي حفظه الله كانت تاريخ 3 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لنا في الدنيا والآخرة. التقينا بآبائنا وإخواننا ومشايخنا، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا المبارك عبد العزيز البرعي، سدده الله وحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمة الله أن يغتال من تحته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع. فهذا من الخير العظيم أن نلتقي في بيت من بيوت الله، وعلى خير ما يجتمع عليه الناس، على طاعة الله ومرضاته وسماع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرب كلمة سمعتها من صغير في السن أو في العلم ينفعك الله سبحانه وتعالى، ولا تدري بأي كلمة ترفع وبأي كلمة تستفيد وتؤجر وتزداد منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك احرص على الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده جميعا بالمسابقة والمسارعة والمنافسة والاستباق إلى الخيرات،
والمبادرة إلى طاعته جل وعلا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا لذلك، لنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونسارع في مرضاته تبارك وتعالى. وقد نوع الله سبحانه وتعالى الأوامر في هذا الموضوع بالمسابقة والمسارعة والاستباق والتنافس على الخير، وهذا للجميع، للرجال والنساء، ولجميع الناس، للإنس والجن، أن يسارعوا في مرضات الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يذكر الناس يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أصحاب الشمال، والقسم الثاني أصحاب اليمين، والقسم العظيم فيهم وهم السابقون بالخيرات والمبادرون بالطاعات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فهؤلاء أعلى أهل الجنة منزلة، وعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم وبهذا النعيم المقيم وبهذا الخير المتكاثر عنده سبحانه وتعالى. والسابقون السابقون أولئك المقربون، والذين يتأخرون يؤخرهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأى في أصحابه تأخرا: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وأما السابقون فإنهم المقربون في جنات الله سبحانه وتعالى، فلهم من الجنان أعاليها، ولهم من الأجور أغزرها وأدومها وأفضلها وأكثرها. نعم أيها الناس عباد الله، فنحن بحاجة جميعا إلى أن نسابق في مرضات الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا هو جزاؤهم لأنهم سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى، امتثلوا أوامره. أبو بكر الصديق أسبق هذه الأمة إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أعظم الناس منزلة وأرفعهم درجة عند الله تبارك وتعالى
في أتباع الأنبياء والمرسلين، وسمي بالصديق لتصديقه ومبادرته إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخديجة رضي الله تعالى عنها أسبق نساء الأمة، بل ذكر بعضهم أنها أسبق هذه الأمة إلى الله بالإيمان به لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غار حراء إليها. ولذلك أمر الله جبريل عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول جبريل: هذه خديجة قد أتت، فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، جزاء لتصديقها بالله تبارك وتعالى. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ والياقوت، نعم لا صخب فيه ولا نصب. فالسبق يا عباد الله الحقيقي، السبق الحقيقي أن نسابق إلى أن نفوز برضوان الله وإلى أن ندخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن الله عز وجل قد ذكر الأنبياء في كتابه الكريم جملة منهم في سورة الأنبياء، ذكر موسى وإبراهيم ولوطا ونوحا وأيوب، وهكذا زكريا ويونس عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء، ثم ختم ذكرهم فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بعض أهل العلم ذكر أن هذه الآية هي في نبي الله يحيى، في نبي الله زكريا، وهكذا في ولده يحيى وفي زوجة زكريا، وبعضهم كالإمام السعدي والإمام القرطبي وغيرهما ذكروا أنها في سائر الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة، بل وهكذا غيرهم من الأنبياء والمرسلين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فهذه من أعمالهم العظيمة. وإن الله تبارك وتعالى ذكر من صفات أتباع الأنبياء والمرسلين أنهم يسارعون في الخيرات ويستبقون إليها. قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر الله عنهم المسارعة، وذكر عنهم المسابقة، وذكر من صفاتهم وأن من صفاتهم خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه، ومن صفاتهم تحقيقا، ومن صفاتهم
تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يشركون بالله شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا ظاهرا ولا خفي، والذين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد ذكر الله عز وجل أمة الإجابة الذين ورثوا القرآن وورثوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الله عز وجل، أنهم سابقون إلى الخيرات. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، أن يكون العبد من السابقين إلى الخيرات. ثم بين الله ما لهم من الجزاء وما يمنحهم الله تبارك وتعالى من الأجر. قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذي إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الفوز العظيم والفضل الكبير لمن كان سابقا إلى كل خير، سابقا إلى فعل الواجبات والمستحبات وإلى ترك المحرمات والمكروهات. فهؤلاء هم السابقون الذين يؤدون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات. لأنه يا عباد الله، من الخير أن يترك الإنسان الشر، أن يترك الإنسان الشر. فسابق إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وسابق إلى مرضات الله، سابق إلى حفظ القرآن والإكثار من قراءته، سابق إلى الصف الأول. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير إلى الصلوات، التبكير إلى المساجد، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، أي لرأيتهم في الطرقات يستبقون ويجرون جريا ويسعون سعيا، أيهم يصل إلى المسجد أول وأيهم يدخل بيت الله تبارك وتعالى قبل غيره. لكن الجهل عدونا، وهو الذي أضر بنا وجعلنا متأخرين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة وما في الصبح من الأجر في صلاتها في المسجد وفي بيت الله، إذا لم يستطع أن يمشي مشيا يحبو على يديه وعلى ركبتيه ويزحف على مقعدته
حتى يصل إلى بيوت الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي كأنما تصدق بناقة وقسمها بين عباد الله للفقراء والمساكين، كم له من أجر، كم يشبع من أسرة جائعة، كم يدعو له من مسكين. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر. فانظروا يا عباد الله كيف يكون أجر السابق كثيرا وعظيما عند الله سبحانه وتعالى. فالله يكتب أجرك على حسب سبقك وعلى حسب إخلاصك ونيتك وعلى حسب ماذا شوقك ورغبتك في عبادة ربك سبحانه وتعالى. وكلما تأخر الإنسان كلما قل أجره، كلما قل أجره، كلما تأخر كلما ضعف الأجر. فربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان العطاء ولا يبخسه من حقه شيئا. فعليك بالصبر وعليك بالمسارعة مصداقا وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى القائل في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ألا وإن من أعظم المتقين لله الذين يسارعون إلى الخيرات ويأتون بها ويستبقون إليها. ثم ذكر الله جملة من أوصاف المتقين في الآيات التي بعدها. نعم أيها الناس، وقال الله جل وعلا لما ذكر شراب أهل الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بالأعمال الصالحة وبالقربات وبالخيرات وبما يرضي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وقال ربنا جل وعلا: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وفي الآية الثانية في سورة المائدة: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نعم أيها الناس عباد الله، فعلينا أن نسارع وأن نسابق. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا سارعت وسابقت رضي الله تبارك وتعالى عنك. نعم إذا كنت مخلصا وكنت صادقا وكانت نيتك لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لماذا نسابق؟
ولماذا نسارع؟ لأن الآجال بيد الله والأعمار قليلة. لأن الأعمار قليلة والآجال بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يدري الإنسان متى ينزل به الموت، ومتى تأتيه المنية، ومتى يخترمه الأجل، ومتى ينزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات. فعليه أن يسابق، وعليه أن يسارع، ولا يسوف ولا يؤمل الآمال الطويلة. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. وهكذا، لأن الإنسان قد تعترض له العوارض وتأتيه القواطع فلا يستطيع أن يسارع. كم من إنسان ترك صيام النافلة بل وفرط في الفريضة فنزلت به الأمراض، يتمنى أن يصوم يوما واحدا لا يقدر على ذلك. وكم من إنسان كان لا يشهد الجمعة ولا الجماعات، لا يشهد الجمعة ولا الجماعات، فحضر به من أمر الله ما حضر من كسور وهكذا من أمراض أقعدته، يتمنى أن يأتي إلى المسجد، يسمع الأذان وقلبه يحترق، يسمع الأذان وتعلو وماذا وتسكب منه العبرات وتحصل منه التأوهات والحسرات. فرط في جانب رب الأرض والسماوات ولم يقم بما أمر به، بخلاف الذي كان مسابقا، حتى وإن جاءته الأعذار فإذا به لم يستطع أن يقوم بما كان يقوم به في أيام مسابقته، يكتب الله له أجره إلى أن يموت. ولذلك جاء من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. كان يصلي في المسجد، يكتب الله له كل صلاة ب27 أو ب25 ضعفا إلى أن يموت. منعه العذر وحبسه المرض، ما استطاع أن يؤدي الخير، ما استطاع، معذور من قبل الله، كان يصلي في بيت الله سبحانه وتعالى. كان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، كان يقوم الليل، كان يصلي الضحى، كان يقرأ القرآن، كان يدعو إلى الله، كان وكان. فإذا به يحصل له العذر والمانع، يكتب الله له الأجر والمثوبة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. بخلاف الأول ما كان يصلي في بيته، حتى وإن صلى ما كان يصلي في المسجد، ما كان يصلي في المسجد كان يصلي في بيته، حتى وإن أراد بعد ذلك لربما لا يكتب الله له إلا صلاة واحدة. لم يكن من المسابقين، لم يكن من الأخيار الأبرار الأتقياء لله تبارك وتعالى. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان عرضة للعوارض التي تقطعه عن كثير من الأعمال الصالحة. ولذلك جاء عند الإمام الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لماذا تسابق؟ من أجل أن يعني تسابق هذه الأشياء،
هذه الغصص، هذه المنغصات، هذه القواطع والأعراض التي تقطعك عن كثير من الأعمال الصالحة. اغتنم شبابك قبل هرمك، كما يقولون ما توبة إلا شباب. نعم، الشباب يستطيع الإكثار من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، عنده جلد وعنده قوة ونشاط وعنده حيوية وإقبال، فإذا استغل شبابه في مرضاة الله سبحانه وتعالى يأتي وقت الهرم ووقت الكبر وعنده رصيد كثير من الحسنات، يلقى الله تعالى بخير كثير. أيها الناس عباد الله، وسمع الصحابة هذه الآيات وهذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضربوا أروع الأمثلة في المسابقة والمسارعة والمبادرة والمنافسة والاستباق رضي الله تعالى عنهم. مهما عمل من بعدهم لن يصل إلى منزلتهم ومرتبتهم. ذات مرة حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، بنصف ماله يتصدق به لله تبارك وتعالى. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى شيئا كثيرا، فقال: يا عمر، ما أبقيت لأهلك، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله، أبقى لهم خيرا كثيرا. فجاء أبو بكر دون علمه بما جاء به عمر بماله كله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. تصدق بماله كله، وقد يكون قليلا بجانب ما جاء به عمر، لكن أبو بكر تصدق بماله كله وعمر بنصف ماله رضي الله تعالى عنهم. عمر يقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، هو يعترف أنه ما يستطيع، لكن لعل في هذه المرة أن يحصل على فرصة، فجاء بشيء كثير. فلما رآه عمر قال رضي الله تعالى عنه: لا أسابقك إلى خير أبدا، لا أسابقك إلى خير أبدا. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. هذا هو السبق، له نصيب وسهم في كل المجالات، في كل المجالات. سبق في أنه أول من أسلم، سبق بذل ماله ونفسه في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم أوذي من أذى شديد فعل هذا دون أن يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيسأل هذه الأسئلة. لم يقل ذلك أحد غيره. جمع الله له هذه الخيرات لتعلموا بماذا رفعه الله وأعلى الله منزلته. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا هؤلاء في عبد
في يوم إلا أدخله الله الجنة. ما اجتمعنا في عبد في يوم واحد إلا أدخله الله تعالى الجنة. وهكذا ذات مرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في الليل ويرتل آيات الله، ثم لما انتهى من قراءته وصلاته دعا الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته، اللهم استجب له. قال عمر: فلما أصبحت بكرت إلى ذلك الرجل فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرح بذلك، وإذا به يقول له: قد سبقك أبو بكر، قد سبقك أبو بكر. الله أعلم متى جاء مسابقة إلى الخيرات. وهكذا في الصحيحين لما أنزل الله تبارك وتعالى توبته على الثلاثة الذين خلفوا، وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر الآيات في مدحهم وتوبة الله عليهم، ما كان من أحدهم إلا أن ركب فرسه وأسرع إلى كعب بن مالك، وصعد رجل آخر على جبل وصاح بأعلى صوته وقال: يا كعب بن مالك أبشر أبشر. قال: كان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاء الذي سمعت صوته نزعت ثوبي وألبستهما إياه، ووالله ما كان لي غيرهما. انظروا يا عباد الله على مسابقة في إدخال السرور والفرح على الأخ المسلم. أبو بكر وعمر يتسابقان في تبشير ذلك الرجل بسماع النبي قراءته في الليل عليه الصلاة والسلام، وفي أن الرسول دعا له أن يستجيب الله دعوته، وآخران يتسابقان، هذا يصعد إلى رأس الجبل ويدعو ما كان في قلوبهم على بعضهم البعض، كما قال الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يسابق أحدهم أخاه ويقدمه على نفسه ويقدمه على زوجته وأولاده. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود. جاء إلى المدينة ضيف على رسول الله وعلى المسلمين، أنهكه التعب وأرهقه السفر، وجاع في طريقه وعطش، حتى وصل إلى مدينة رسول الله إلى خير خلق الله ويقول: يا رسول الله، إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه علّه يجد طعاما يطعم به، فكل واحدة منهن تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. ولا يدري ما في بيته، ولا يعرف ما في بيته، وكثير منا لربما يعرف أشياء وأشياء في بيته، ولا يطعم مسكينا ولا يكرم ضيفا ولا يحرص على خير إلا من رحم الله. قال: أنا يا رسول الله. وجاء به إلى بيته وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. ما قال: هذا ضيفنا، هذا ضيف رسول الله، أكرميه. قالت: ما عندي إلا قوت الصبيان. فقال
علليهم بشيء، أغويهم بشيء، نعم، حتى يناموا، ثم جهزي طعامك وأصبحي سراجك. فنومت صبيانها وأصلحت طعامها وقامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، الرجل وزوجته وأولاده كلهم جياع، ما عندهم ما يأكلون. أكله الضيف، أكله الضيف مسابقة إلى الخير يا عباد الله. فلما أصبح به جاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله، لقد عجب الله، أو لقد ضحك الله من صنعكما بضيفيكما. فأنزل الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا جياعا، ولو كانوا محتاجين، ولو كانوا لا يجدون شيئا، ويؤثرون، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما أكثر ما كان الصحابة يسارعون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ سيفا يوم أحد وقال: من يأخذ مني هذا بحقه؟ فكل واحد يقول: أنا يا رسول الله. كل واحد يريد أن يأخذ السيف ليقاتل به أعداء الله. فقال: من يأخذه بحقه؟ فخاف الصحابة أنهم، يعني أن الواحد منهم يقول: أنا، ولا يستطيع أن يقوم بذلك. فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله. فأخذه ففلق به هام المشركين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70,000 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة ابن محصن في الحال مسابقة ومسارعة، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال له: أنت منهم. لما سابق حصل له الخير، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من الصحابة من بشر بالجنة لكن لم يبشر أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا بشر بذلك. انظروا يا عباد الله، لما سابق، لما سارع، لما حرص على الخير، قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وهكذا لما كان يوم بدر، كما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كان يوم بدر سبق الكفار إلى بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقومن أحد حتى أكون آمره، أو بمعنى من قال. ثم لما تقدم الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. ومعنى عرضها السماوات يعني أنها مثل عرض السماء وعرض الأرض 7 مرات، 7 مرات عرضها كعرض السماوات 7 وكعرض الأراضين 7. فقام عمير بن الحمام فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ بخ. قال: وما يحملك على ذلك؟ قال: إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فأخذ تمرات وجعل يأكل منهن،
ثم رمى بهن وقال: والله إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل تمراتي هؤلاء. ثم رمى بهن وتقدم فقاتل حتى قتل. وهكذا قال أبو موسى في حضرة العدو، وقد حضر في معركة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل قال له: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. فتقدم إلى أصحابه وقال: أقرأ عليكم السلام. وكسر جفن سيفه وألقاه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. سابقة إلى الجنة مصداقا لقول الله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فما أحوجنا إلى السبق ونحن المتأخرون، هذه الأمة أمة السبق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن الآخرون، أي في الأمم، السابقون يوم القيامة. السابقون يوم القيامة أي في دخول الجنة، لأن هذه الأمة هم من أعظم الناس سبقا إلى الخير وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أعرض نفسك على القرآن، أعرض نفسك على القرآن وتدبر في آياته، هل أنت مسابق إلى التصديق بالله والإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك والحذر من المعاصي؟ اعرض نفسك على جميع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى جميع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، وانظر أين أنت من السباق. يدعوك الله أو الرسول إلى صلاة الضحى، هل تصلي الضحى؟ إلى صلاة الوتر، هل تصلي الوتر؟ يدعوك الله إلى الصدقة، إلى قراءة القرآن والإكثار من ذلك، إلى غيرها من الأعمال الصالحة، وتبليغ دين الله والدعوة إلى الله والحفاظ والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعظم التقصير فينا إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فنحن بحاجة ماسة يا عباد الله، بحاجة شديدة إلى أن نسابق وأن نسارع وأن نحرص على الخير بقدر ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عود نفسك واجعل في قلبك حب الخير والمسارعة إليه، فربما أجرك الله على نيتك. وإياك أن يكون في نيتك التباطؤ والتأخر وهكذا التقهقر، فإن الإنسان يؤخر ربما بسبب نيته الفاسدة ونيته السيئة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وجوده وفضله أن يجعلنا من السابقين، وأن يلحقنا بالسابقين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.